الواحد دايما بيبني على اللي قبله واللي قبله بيبني على اللي قبله وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني نجاح المؤتمر السنه اللي فاتت دكتور محمد خطاب بيقول اول فائض او اي مكان مش هو الحقيقه ده مثال لحاجه اسمها تيم ورك او جماعه، مش انا لوحدي، كل المجموعه بتاعت مجلس الاداره بتاع الجمعيه السكر ودهون الدهونيات الدم كانوا مشاركين ومعضدين very supportive الحقيقه، وطبعا بالاضافه طبعا لدعم ومشاركه شركات الادويه وشركه ايكون كمان. فطبعا ده كل ده النجاح يعود لجميع من شارك في المؤتمر.